تمام. equal 6 يا 0 minus 6 لا غلط. بيبقى 4 from 9، 9 will be and 0 will be 10. يا مس. لا يا مس، ايوه لا يا مس، عشان يا مس ده a big number يا مس، ده 7 يا مس، احنا ولازم بنعمل سبتراكت من الليفت سايد، لا بنقول ايوه 0 0 minus 6. يا مس، المفروض يا مس، مش يا مس، ده big number، ده يتحط فوق، فالسكس يا مس ماينس زيرو يا مس تبقى سكس يا مس، يا حبيبي مش غلط، انت بتقول غلط. البيج نمبر هو ال 473 اللي هو النمبر بتاع all the book in our ماشي library. فهمت حاجة؟ مش عارفة الناتج. يبقى مين المفروض يتحط فوق البيج نمبر 473 590 minus يا آسف 73156. يبقى مين البيج نمبر دلوقتي يا ياسر؟ ال 9 it will be 8 and the 0 it will be 10. 10 minus 6 remainder 4 4. 8 minus 5 8 minus 5 يا مس 3 كده 3 3. 5 minus 1 remainder 4. 4. Then put comma and say yeah. 3 minus 3 equal 7 minus 7. 0 برضو وبعدين نحط 4. فالانسر هتكون ايه؟ 400,000 400,000 434. تاني قول ورايا. 400,434. برافو. كده في حاجة انت مش عارفها؟ لا كده عرفت انا يا مس، اتاكد يا مس في حاجة عشان يا مس دي يا مس 6 numbers، دي يا مس 5 numbers. طيب اوكي، بس مش بس عشان كده، هو احنا اصلا جايبين الرقم ده من التوتال نمبر بتاع الكتب اللي في المكتبة، هو ده التوتال نمبر، يعني ده اكبر رقم فيهم كل دول بارتس، فاحنا المفروض ان احنا نعمل ماينس للتوتال ماينس البارتس. احنا الاول جمعنا الارقام مع بعضها يا بسملة، بعد كده اتخذنا الرقم اللي احنا طلعناه عملنا له سبتراكت فروم ايه؟ فروم النمبر بتاع الكتب كلها. You understand بسملة or no؟ بس انا كنت بس في الماينس اتلخبطت. طيب، طب في حد مش فاهم خطوات المسألة أو عايزني أعيدها تاني قبل ما نروح لواحدة غيرها؟ لا يا مش نروح واحدة غيرها خلاص. خلاص؟ ماشي نعم، خلينا نمشي بالدور، ده دور المفروض إيثار، فضلي معايا إيثار. قول يا ولاد، كله بيقول معايا يا حبايبي. إيثار اتفضلي. إيثار، سارة باسم and مينا، we have three person here، سارة باسم and مينا are collecting stamps. سارة collected 743 stamps، باسم collected 198 stamps، and مينا collected 357 stamps. How many more stamps did سارة collected than باسم and مينا؟ خدي بالك اهو، انا عندي يعني ثري بيرسون، واحد اسمه ساره، واحده اسمها ساره، وباسم ومينا. كولكتنج يعني جمعوا ستامبس طوابع. ساره جمعت 743، ها، اند باسم كولكتد 198، مينا كولكتد 375. هو مين ممكن أسأل اكثر واحده فيهم هي جمعت هنا؟ مين؟ سؤال؟ اتفضل. أقرأ أكتر واحدة كمان. إيه اللي مس سارة؟ سؤال يا أكتر مس. واحدة هنا هي مين؟ سارة. برافو. طيب إحنا عايزين نعمل إيه عشان نجيب ال، المفروض إن إحنا نعمل ديفرنس، بس قبل ما نعمل ديفرنس في خطوة الأول، أنا عايز أعرف مينا أند باسم كولكتد هاو ميني. فأول خطوة ذا فيرست ستيب، باسم أند مينا، وي رايت باسم أند مينا. ممكن أسأل سؤال يا مس؟ ثواني يا اسف، ده دور ايثار، اتفضلي يا ايثار. How many for باسم يا ايثار؟
صار عندي صوتك بعد اذنك يا حبيبتي، شوفي بس بعد وان اذنك هاند على اخر دي السلايد. ناين ايوه ها بلس ايوه 300 صباح الفل، بعتهولي الساعة 12. بلاس مين بقى؟ بلس 356 بلاس 357. لا بلاس سارة، لا طبعا احنا هنعمل لاد لباسم، لمينا اند باسم. باسم هو ميني فور باسم 198، ومينا طبعا 357. برافو عليك شاطر، يلا ابدأي اعملي اد يا سارة وعلي صوتك، انا مش سامعة حاجة اسمها يا سارة. وان ولا لحظة 15 اللي هو 5، ها 10 up 1 10 plus 5 15 both 5 carry up 1 2 plus 3 equal 5. اكتبنا تاريخ والفايف طيب احنا عايزين نعرف دلوقتي سارة وميني فور سارة what we will do. تقولها أنا؟ لا سليم مش لا ممكن حسن. تقولها أنا؟ هنبدأ نعمل سابتراكت. فين سارة؟ سارة ممكن أنا مش أقولها؟ هي بتقول والله بس احنا مش سامعين منها حاجة. طب يا إيسار ثواني يا إيسار، اتفضلي يا جودي، أنا مش سامعة منك خالص يا إيسار، اتفضلي يا جودي. مش سارة على الأسف انتظرت 43 700 وهنعملها يا وهنعمل يا ميس ماينس ما هنعمل يا ميس ماينس الرقم اللي احنا طلعناه اللي هو كام جويلية؟ كروس يور كاميرا يا جويلية، فين جويلية؟ 555 ماينس 357. يلا اتفضلي اعملي سبتراكت بقى، ها 3 ماينس 7 3 7 equal 4 can't be. We will cross out 4 and what 4 will be sorry 4 will be 3 and 4 3 will be 13. 13 minus 7 equal 7 118 13 minus 7 equal 6 and 3 minus 5 can't be. برضه جوايا ما بتقولش حاجة يا جماعة، اللي بيقول معايا يقول بوضوح يا اما ما يقولش. على جودي اتفضل يا تايم، اتفضل يا تايم. مس هي ماين سلام 5 minus 3 ما ينفعش يا مس، هناخد من ال 7 1 ايوه تبقى 6 وندي للفوق لل 3 1 تبقى 13 ايوه وبعد كده نعمل 13 minus 5 نعدل من بعد 5 remainder 8 16 minus 5 8 يا ميس 8 برافو 8 6 minus 3 3 برافو. ايوه كده، انا هو انا اللي هتكلم ولا اللي بيجاوب هو اللي هيتكلم؟ مش سامعين حاجه منكم اللي بيتكلموا دول. ناس شكرا هي تايم. هو احنا المفروض يعني نعمل بلس عشان نجمعهم هما التلاتة مع بعض لا أرقام احنا قلنا حسب ما تفهمي من المسألة. القصة هنا بتقول ايه؟ ان انت عندك سارة وباسم ومينا، هما التلاتة جمعوا كولكتد ستامبس، جمعوا كام كلهم؟ التوتال نمبر بتاعهم 743. طيب بيقول لي كمان ان مش بس كده، لا سوري انا اسفة، سارة اللي هي الكبيرة بتاعتهم جمعت 743، وباسم جمع 198، مينا جمع 357. بيقول لك هاو ميني مور ستامبس ديد سارة كولكتد ذان، مور ذان دي اصلا معناها سبتراكت. طيب هي جمعت اكتر من مين؟ من مينا ومين وباسم. طب انا عايز هو مينا وباسم جمعوا كام؟
مش موجودة عندي في المسألة، أنا عندي مينا بس وباسم بس. طب أعمل إيه الأول قبل ما أعمل السبتراكت؟ في خطوة أعملها الأول، هجمع باسم مع مينا، فعملت آد بتوين باسم آند مينا، طلع الآد بتاعي 555. بعد كده عايزة أعرف الفرق الديفرنس بتوين سارة آند باسم ومينا. طيب ما أنا عرفت خلاص باسم ومينا. خدي بالكم احنا هنا في حاجة غلط، المفروض يا جماعة غلط كده، المفروض ان احنا هنجيب الديفرنس بتوين باسم سارة اللي هي 743 ماينس باسم ومينا الرقم اللي احنا طلعناه. احنا طلعنا كام هنا؟ 545. 55. ايوه صح كده. فالمفروض سوري معلش، فهنبدأ نقول سي ماينس 5 كان تي بي، نعمل بورو من الفور بقت 14، 14 ماينس سوري بقت 13 و4 بقت 3، 13 ماينس 5 ريميندر 8. طيب 3 ماينس 5 كان تي بي بورو فروم 7، 7 بقت 6 و3 بقت 13. جوالي اقفلي الكاميرا بتاعتك 13، ولو حصل منك ان انا لقيت مش مركزه تاني هتقفلي الكاميرا بقيه الحصص. 13 ماينس 5 ريميندر 8، 6 ماينس 5 ريميندر 1، بس الناتج كام؟ 188. هي دي الإجابة الصح يا جماعة. أنا بعتذر عن الخطوة اللي إحنا عملناها غلط، إحنا المفروض نعمل سبتراكت من السم اللي إحنا طلعناه. تمام. في حد لسه مش فاهم كده؟ مس ممكن أسأل سؤال يا مس؟ اتفضل يا آسر. يا مس لما يجي لنا يا مس هنا يا مس لما يقرأ لنا ويجيب لنا and يبقى نعمل أول حاجة بلس يا مس. اه وبعدين طب لو يا مس جاب لنا أو يعني الماينس لما نعمل أول حاجة ماينس بيجيب لنا إيه في الكلام؟ عندي في كلمات بتدل على الماينس. حلو، سؤال حلو قوي. عندنا في كلمات بتدل على البلس وكلمات بتدل على الماينس. الكلمات اللي بتدل على البلس هي كلمة and all together total كلمة sum نفسها. طيب ايه الكلمات اللي بتدل على ال difference؟ عندي كلمة زي more than. less than بس مش مور داني تتحط عند ال اللي جه مور داني يا مس عند ال ماينس مش مور داني يا مس. يعني مور داني مش مفروض تتحط عند البلس. نعم. لا يا حبيبتي، المور ذان والليس ذان بيتحطوا عند الماينس. وارجع واقول لك ان الاندرستاندنج للمساله بتاعتك هو اللي بيفرق معاكي كتير جدا. هو اللي بيفرق معاكي ايه؟ كتير جدا. ماشي نعم. تايس تمام. أمي ماينس المسألة اللي بعدها ده دور مين بقى؟ مس، ممكن أقول حاجة؟ اتفضل. بس هو أنا كل ما أسجل اسمي أطلع من الحصة وأدخل تاني يعني اسمي بيبقى ذا ميوزك مش بسمعه، إزاي بسجله؟ معاك معرفش والله، اسألي أي حد في الإشراف. نيو فالي هو هاز، خلاص يا جماعة خلاص يا جماعة، نيو فالي هاز population 256
thousand eighty eight if مطروح has population 42,000 sorry 429,999 and South Sina has population 108,951 and how many more people do مطروح and South Sina have combined than New Valley؟ يعني يا جماعة نيو فيري دي اللي هي محافظة الوادي الجديد، ومطروح طبعا محافظة مطروح، وكمان ايه تاني؟ ساوث سينا اللي هو جنوب سينا. عندنا هنا ايه؟ عندنا هنا بيقول كده عندنا هنا يا جماعة في النيو فالي هنا موجود عدد السكان 2,560,088 في المطروح has 429,999 and south has population 108,951 how many more people do مطروح and south Sina has combined than new. أول حاجة أنا فهمت كده إن أنا مطلوب مني إن أنا أجمع مطروح مع ساوث سينا. يلا نعملهم آد بسرعة. أهو مطروح and ساوث سينا. دي الفيرست ستيب بتاعتي. يلا يا جماعة مين هيعمل معايا آد؟ المفروض after time جويرية. اتفضلي جويرية. ها أحسب 256,000 فور ما تروح how many 256,000 لا غلط ده النيو فالي هو ال 256 ما تروح عندها كام مطروح 429 429,999 اوكي بلس بلس انا اسس نظر وان هندرد ايت ثاوزند اللي احنا بنروح نشيل وان هندرد ايت ثاوزند ناين ايوه هندرد فيفتي وان يلا ايكوال تمام ال 9 مع ال 5 9 مع ال 1 10 0 and carry 0 and carry up 1 no, 5 9 and 5 9 and 1 equal 9 and 1 equal 10 both 0 put 0 and carry 1 carry up 1 okay and 1 and 9 1 10 okay 10 10 0 and carry up 1 لا 10 and 9 10 and 9 equal 19 both 9 carry up 1 10 and 8 19 10 and 1 9 1 10 and 8 1 18 both 19 10 and 8 equal 18 both 8 1 carry up 1 1 and 2 equal 1 1 and 2 equal 3 3 plus 0 equal 3 0 3 4 plus 1 equal 5 جميل قوي تاني بس عشان بكس طيب ايه هي السكند ستيب مين يقول لي ايه هي السكند ستيب عندنا ايه الخطوة التانية مين عارف اللي عارف يرفع ايده
هو المفروض ده دور بعد جويرية، المفروض مالك مش كده؟ مالك المفروض بسملة. عارف يا مالك ايه هي السكند ستيب بتاعتي؟ دي اول خطوة عندنا في القصة. ايه السكند ستيب؟ المفروض نعمل ايه في الخطوة؟ مالك بعد بسملة. احنا نعمل ايه؟ ها هنعمل ايه؟ لما احنا كده جمعنا الارض اللي هي 429 مع ال 108951 بقت equal 538900. انا مش بقى سامعه، هتقول بوضوح ولا اشوف حد غيرك بصوت عالي؟ ها يلا. بقول انا الرقم رجعوا بقوا 538,900. طب حد سمع مالك قال ايه؟ اللي سمع مالك قال ايه قول لي بصوت كويس. ما سمعتوش. انا مش سمعته، قولها تاني يا مالك كده. ها ان احنا جمعنا الرقمين دول احنا اللي جمعنا هم من حضرتك الرقمين، طلعوا 538,900. جميل. شوف بقى ثواني بقى نسمع مالك كمان. الرقم الخطوة الثانية يا مالك هنعمل سب ايه؟ هنجمع ال 500 مع ال 200 عشان ما فيش الا هو الرقم ده. لا مش هنجمعهم بقى، هو بيقول لك هي ازيد منهم بايه؟ دول المحافظتين، دي محافظة مطروح وساوي السين.